بنت فلسطينية من أسرة فلسطينية، عانيت شوي من ظلم أهلي. إحنا 9 بنات، أب كان عاطل عن العمل. دائما العالم يقولون طيب أنتوا بنات، 9 بنات وشاب واحد، الشاب كان صغير أصغر الكل، طيب ليه بتشتغلوا؟ أبوكوا يعني قادر إنه تشتغلوا بعدكم بسن صغير. فمن هون كتير يعني كان في ظلم ظلم، يعني أي تصرف غلط ومش غلط دائما كان العنف والضرب والإهانات والبهدلات. وصرنا صبايا وكنت كتير أنا يعني محرومين حتى من أبسط حقوقنا أن نتمتع فيها، نروح مشوار ننبسط أو عند رفقاتنا. فكان يعني إذا كنت مثلا أجي أحكي أي شغلة بتخص الصبايا يعتبرها شغلة عيب ومهينة ودائما الضرب وأسلوب هيك. المهم أنا صار في عندي يعني كتير حالة نفسية، كنت دائما منزوية بالبيت، صار عندي ضغط كتير. شافني واحد لحقني قام قال لي حضرتك متجوزة؟ قلت له لا مش متجوزة. فحب انه يجي يطلبني، فكرت انه هذا الانسان انه يكون منقذ لإلي. حكى لي قصته انه كمان مر بظروف صعبة نتيجة الحرب ولفع على شلي وهيك، صار يتعاطى المخدرات والشرب اشياء كتيرة. واجت اختي الكبيرة قالت لي يعني عن جد هاي المشكلة مش مشكلة انه هيك، يمكن في شباب كتير من الناس كانوا يتعاطوا المخدرات ويتعاطوا الشغلات المخدرات والشرب وهيك وبطلوا، صاروا مشايخ وصاروا ما شاء الله. فالمهم رضيت بالأمر الواقع، طلعت على حياة ما كانت الأم ما كانت فاهمنا أمور الحياة والدنيا. دخلت على حياة ما بعرف شي فيها، ما بعرف شو حق الزلمة شو حق المرة بهاي الحياة، ما كان حدا مفهمني. صار عندي عقدة من هاي الحياة كتير كان يأذيني، كانت ممارسته إلي كتير غلط. حاولت إني أتصبر أقول الماء مرة اتنين بتعلم، لكن الحياة ظلت هي هي. دائما كنت أنا أكتب وما أحكي لأقرب الناس لإلي، كنت أعاني كتير. ما بدي أشمت أهلي فيني، أنت اللي اخترتي، أنت اللي هيك اخترتي حياة غير حياتنا. لما إجاني أول ولد حسيت ابني هو منقذ لإلي، كان هو الدنيا كلها. حسيت بالأمان مع ابني، صبرت كتير رغم المعاناة، رغم معناته ما كنت ألاقي منصف وما كنت أتجرأ أني أحكي هاي الهموم. تعبت بدي حل، فأنا بدي منقذ.